وقد حظيت واتسمت هذه الزيارة بحثاوة رسمية وجماهيرية غير مسبوقة، عاكسة الأهمية الكبرى للبلدين وتطلعات الشعبين لمستقبل العلاقات التي تدفع بالأمة للمقدمة، لما عرف عن الملك عبد العزيز رحمه الله من حكمة ودهاء، ولما تمثله المملكة من ثقل إسلامي ودورها الكبير في المنطقة. فيما سجلت الصحافة المصرية حضورها ورصدها لحيثيات هذه الزيارة الرسمية التاريخية من قائد ومؤسس كيان المملكة العربية السعودية لمصر العربية، حيث قالت: إنه لا يستطيع القلم مهما كان بليغا أن يصف زينة مصر وابتهاجها واستعدادها لاستقبال ضيفها العظيم الملك عبد العزيز. لقد كتب أبلغ الكتاب ووصفوا هذه الزينة، فلم يستطيعوا أن يبلغوا في وصفهم شيئا من عظمتها التي لم تشهد مصر مثلها في تاريخها، على الرغم من استقبالها ملوكا كثيرين.